منصات الرقمية من تلفزيون دبي، مساء الخير وأهلا بكم. يرصد لكم فريق منصات رقمية بشكل يومي أهم وأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. ومن معرض جاي تكس للتكنولوجيا هذا العام البداية، إذ نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على إنستغرام فيديو يستعرض أول طباخ آلي في العالم يعد الوجبات من الصفر ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف. تم عرضه خلال أسبوع جايتكس للتقنية 2020 في دبي. وختام أسبوع جايتكس للتكنولوجيا كان حافلاً على منصات التواصل، حيث اكتظت بالصور ومقاطع الفيديو التي توثق الحدث التقني الأضخم في المنطقة والأول من نوعه، عودة إذن للميدان منذ تداعيات جائحة كورونا. 5 أيام تزينت بباقة من أحدث التقنيات والحلول الذكية. عطلة نهاية أسبوع مميزة استقبلها سكان دولة الإمارات، امتزجت خلالها الأمطار الخفيفة بنسائم يوم الخميس اللطيفة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا ومقاطع فيديو لزخات المطر التي شهدتها مناطق متفرقة ليلة أمس، وعبروا من خلالها عن سعادتهم بالأجواء المبهجة التي ساهمت في نشر الطاقة الإيجابية لتتحرك ألسنتهم وقلوبهم بالدعاء والاستبشار بالأيام الأيام القادمة. مبروك عليكم مشاهدينا الرحمة. ومشاهد تحبس الأنفاس لإمارة دبي وسط الضباب ترجمتها عدسة المصور الإماراتي المبدع عبد الله الجنابي، الذي نشر عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو لدانت الدنيا تسبح معالمها وسط الضباب في صورة أقرب إلى الخيال. نترككم للاستمتاع مشاهدينا بهذه المناظر والتي تناقلها عبر المنصات الرقمية بشكل واسع. تحية طبعا لشباب الإمارات المبدعين. والآن إلى برج خليفة. برج خليفة وعبر حسابه الخاص على إنستغرام نشر لحظة مدهشة جمعت كل عناصر الروعة. أطول برج بالعالم شارك متابعيه بفيديو لمغني الأوبرا الأسطوري ورائد كتابة الأغنية الإيطالية أندريا بوتشيلي، وهو يستمتع بعرض نافورة دبي لأغنيتي The Prayer و Time to Say Goodbye. العاشر من ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. عبر تويتر غرد حساب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفيديو في هذه المناسبة وعلقت عليه: إما أن نقف معا أو ننهار. إذا وضعنا حقوق الإنسان في صميم استجابتنا لهذه الجائحة سنتعافى بشكل أفضل، وسيكون باستطاعتنا بناء عالم أكثر مرونة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. إذا نحن عم نتبنى مقولة إنه كل الحقوق لكل الناس، كل الحقوق لكل الناس لازم تتطبق، فلازم نبلش نحميهم بشكل أفضل. على أعتاب ختام العام الحالي، لخص محرك البحث جوجل المواضيع الأكثر رواجاً في العالم خلال 2020 في فيديو يجمع هذه الأحداث. كما أطلقت جوجل عبر مدونتها العربية تقريراً خاصاً عن أكثر المواضيع بحثاً في العالم العربي بعيداً عن فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم إعداد التقرير من خلال النظر إلى زيادة عمليات البحث
أو الأسئلة المطروحة على محرك جوجل بين عامي 2019 و2020. وفي الإمارات على سبيل المثال، أشار التقرير إلى الأحداث الرياضية والانتخابات الأمريكية تصدرت عمليات البحث خلال هذه الفترة. الفين وعشرون أسوأ سنة عاشها البشر، تعبير أبرزته مجلة تايم الأمريكية على غلاف عددها الأخير، مضيفة عبارة The Worst Year Ever 2020. المجلة رسمت هذه الصورة القاتمة عن العام الحالي بأحداثه المتسارعة من جائحة كورونا مروراً بالاحتجاجات وغيرها من الكوارث الطبيعية، لأنها كانت سنة مرت بصعوبة على غالبية الأمريكيين وكذلك باقي سكان العالم. ولكن على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم خلال 2020، إلا أنه كان عاما حافلا بالمساعدات والتبرعات على منصة GoFundMe الأمريكية المعنية بتمويل الأفكار والمشروعات غير الربحية. فقد لفتت المنصة إلى أنه في الوقت الذي عانى فيه الناس من ضوائق مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن عددا منهم لم يبخلوا بتقديم التبرعات وإن كانت بمبالغ متواضعة. فأكثر من ثلثي التبرعات على المنصة عام 2020 كانت قيمتها أقل من 50 دولارا. وبالرغم من ذلك، جمعت منصة GoFundMe أكثر من 150 مليون دولار من التبرعات مقارنة ب 120 مليونا في عام 2019. ونجم كرة القدم العالمي محمد صلاح حديث منصات التداول من جديد، فقد تمكن لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم تاريخي خلال مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت أمام ميدلاند الدنماركي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. وبذلك الهدف تخطى محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ليصبح هداف الريد التاريخي بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفا. ومن الأخبار الرائجة هذه الأيام أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي هو قرار شركة إيكيا توديع كتالوجها السنوي بعد 70 عاما من طباعته. إدارة متجر التجزئة السويدي أشارت إلى أنها قد اتخذت هذا القرار العاطفي لكونه الأكثر منطقية بسبب ارتفاع نسب التصفح والتسوق عبر الإنترنت وتغير استهلاك الوسائط وسلوك العملاء. وبعد ردود الفعل الكثير على مواقع التواصل، صرحت العلامة التجارية الشهيرة أنها لن تتوقف عن الإبداع، ووعدت عملائها ومحبيها بالاستمرار في إلهامهم بحلولا لتأثيث المنزل ولكن بطرق جديدة مبتكرة. وفي حادثة غريبة من نوعها، شخص غامض يعيد مفتاح معلم أثري في بريطانيا بعد 50 عاما على استعارته بحسب قوله. الشخص المجهول يدعي أنه استعار مفتاح برج سانت ليونارد لنصف قرن من الزمن، ثم أعاده إلى المكتب الرئيسي لمؤسسة التراث الإنجليزي بعدما كانت الحادثة قد صنفت على أنها سرقة. مع إعادة المفتاح، أرفق الشخص المجهول رسالة اعتذار كتب فيها: عذرا على التأخير، لقد استعرته من 1973 وحتى 2020. سوء حظ أم سوء اختيار الشريك؟ تساؤلات طريفة أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن خسر البريطاني جايكوب سايمون 7.5 مليون جنيه استرليني كان سيحصل عليها في سحب لن ينصيب. سايمون كان فعلا قد اختار رقم الحظ الفائز لولا أن شركته بادرت، أو بالأحرى تفلسفت، وقامت بتغيير تركيبة الأرقام دون علمه، مما أدى إلى خسارته. يعني يا ترى، ما بعرف، لو كنت مكان هذا الشاب هل ستتأثر علاقتك بمن فعل معك هذا؟ لكم الجواب. والآن ننتقل إلى الصين. سبايدر مان البشري تم العثور عليه في الصين، رجل أربعيني يرتفع ويهبط فوق هوة من على سفوح جبل
تيان مان الشهير لأداء دوره في الحفاظ على البيئة. عامل النظافة يانغ فيو ينال مع فرقته لقب فرقة سبايدر مان بجدارة نظراً لخطورة عملهم وبطولة دورهم في تنظيف القمامة التي يخلفها السياح من على ارتفاع 400 متر. وقال فيو إنه يقوم بتنظيف الجبل باستخدام الأحبال المثبتة على القمة، وبينما كان العمل شاقاً ومخيفاً في بداية الأمر بالنسبة له، إلا أنه والحمد لله لم يعد كذلك الآن. طموح طفل أيرلندي يعاني من هشاشة العظام يتحول إلى حديث منصات التفاعل. الطفل آدم كينغ الذي ظهر في برنامج The Late Late Talk Show الأيرلندي تحدث عن أمله في العمل في مركز مراقبة البعثات الفضائية عندما يكبر. وعندما سأله المذيع الطفل هل كنت تود أن تصبح رائد فضاء في مرحلة ما، فرد بأنه لا يمكنه ذلك لإصابته بهشاشة العظام، ما جعل وكالة الفضاء الأمريكية تتفاعل معه على تويتر مغردة: ننتظر بشوق انضمامه يوما ما إلى فريق الحالمين لدينا. كما تلقى آدم مجموعة كبيرة من رسائل الدعم من شخصيات رفيعة ووكالات فضاء من دول عدة، حتى أن أول رائد فضاء كندي صعد للفضاء كريس هاتفيل تحدث له مقدما إليه الدعم عبر مكالمة فيديو. عندما تغضب النساء لك أن تتخيل كيف يثأرن لأنفسهن بكل ثقة وبرود. القصة بدأت عندما قررت إحدى المسافرات الرد على استفزاز مسافرة أخرى أبت إلا أن تفرض نفسها استضافة شعرها على المسافرة. الموقف الغريب هذا حظي باهتمام واسع ليحقق أكثر من 107 ملايين مشاهدة عبر تطبيق تيك توك. يعني ما بعرف أنتم مع أي فريق، لكن بالفعل الموقف غريب. ختام حلقتنا لليوم ظريف ولطيف تماما كظرافة طفل أمريكي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متحمسا جدا لاعتقاده أنه يمتلك قوى خارقة، وهو يصرخ كلمة أبرا كتبرا. That's cool. Look, you cut this off. That was you. You're doing it. The superpowers. Yeah, you got it. I didn't know I had superpowers. And the wedding is coming to overnight, so you should have beautiful time to be there. Whoa, Abra. نتمنى نكون أنه صنعنا يومكم في هذه الفيديوهات اللطيفة. إذن كانت هذه جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. انتظرونا الأسبوع المقبل لننقل لكم كل جديد على المنصات الرقمية. إلى اللقاء.